اهلا بحضراتكم من جديد. كوليبالي وصخب الخائفين، ليه هذا الصخب وخايفين ليه ومن ايه وعلى ايه؟ الفكره كلها لعيب النادي الاهلي شاف انه لعيب مهم، تابعه كويس، جمع عنه معلومات كويسه، الجهاز الفني شافه بشكل جيد، طلب التعاقد معاه، ولاعب بيلعب في مركز راس الحربه وقدراته المهاريه فيما وضح عنه مبشره جدا او تعد بانه يكون اضافه قويه للفريق لتدعيم صفوفه في الفتره اللي جايه. فمش النادي الاهلي في هذه المفاوضات الى ان كللت بالنجاح وتم التعاقد مع سليمان كولوبالي لمده 3 سنين ونص، يعني النص بتاع هذا الموسم وثلاث مواسم اخرى قادمه. لماذا الصخب ولماذا الخائفين؟ بص يا استاذ ابراهيم، الموضوع ما يخصش كولوبالي تحديدا. في كل لاعب يتنافس عليه الاهلي مع انديه اخرى، بمجرد الاهلي ما يحصل على الصفقه يبتدي يطلع ده عنده تضخم في القلب، ده عنده فيروس سي، ده عنده غده درقيه، ده كيرفو نازل، ده ما دخلش اصلا حد في منافسه مع الاهلي، عنده عشاء ليلي وعنده الكلام ده اتقال على كابتن بركات. اللي هي رجم الاحلام. لا هقول لك هي اذا عامله زي ايه، اتقال على كابتن بركات واتقال على ايفونا واتقال على عماد النحاس واتقال كل اللعيبه اللي بتيجي وعلى انطوي، كل اللعيبه اللي ينجح الاهلي في انه ياخدها بعد وايفونا. ما انا قلت ايفونا بعد يعني منافسه يبقى ايه ده، احنا كنا بنشربه لكم شركوا. ويبتدي عمليه التشكيك. انا مش مع المدرسه دي ولا مع مدرسه ايضا تعليه سقف التوقعات على اي صفقه يحصل فيها نوع من الرغي. ليه؟ لان دي بتظلم اللعيب. عايزين نكون واقعيين، واحنا بنتعامل مع اللاعب الجديد لانه قد يصيب. النهارده كابتن سيد قال لك ايه؟ قال لك في حاجات مالهاش دعوه بالكوره، في حاجات ليها دعوه بشخصيه اللاعب، في حاجات ليها دعوه بالمناخ اللي داخل عليه، بالظروف، في حاجات بالتوفيق وعدم التوفيق. يعني احنا لو حكمنا على فلافيو من منظور السنه الاولى كان هيمشي. صحيح. يطلع واحد من اهم المحترفين اللي دخلوا مصر. فانا لما عديه لما عديه، ولكن ايضا لا نتوقف بقى مساله ما حدش كان بيتنافس عليه. انت عندك العديد من الكلام اللي بتقوله الصحف الاجنبيه عن هذا اللاعب، مين اللي تنافس عليه وذكره بالاسم وبالتواريخ، وعندنا تواريخ بتقول كيف كان محل اهتمام الناديين الاهلي والزمالك، وهي ما فيش مشكله ان انا اهتم بلعيب وينجح الزمالك في ان ياخده، بس اجيب بقى خط ورا مبروك يلا ربنا يوفقك. وفي غيره كتير، لان انت وانت بتنتقي اللعيبه المحترفين ما يعني الدنيا لا تتوقف عند صفقه بعينها. مش عايزين يا استاذ ابراهيم نحول الصفقه الى مباراه، هي المباراه. يعني الناس ما بقتش مهتمه قوي يأدي ولا ما أديش، ان الصفقه اللي نتكلم فيها ما حدش ياخدها مني. وهذا مفهوم غير احترافي، هذا مفهوم لا. اذا كنا هنقعد عشان نغيظ بعض ده موضوع، هنتكلم كناس مسؤولين محترفين. لا، الصفقة كانت مهمة لكلا الأهلي والزمالك، زيها زي حاجات تانية. نجح الزمالك في الحصول على صفقات، واحنا النادي الأهلي دلوقتي بيستعيد الأرض وابتدى اللي يقول عليه ياخده. فخلينا الأول نسرد بالوثائق اللي عندك. أنا يهمني أعرف رأيك كواحد من أهم خبراء تعاقدات اللاعبين وإبرام هذه الصفقات المهمة، ليه اللعيبة اللي بيحصل عليهم صخب كبير بالذات بين الاهلي والزمالك غالبا ما بيوفقوش؟ رايك مهم جدا، لان الجزئيه ديت بتشغل ناس كتيره. اللعيبه اللي بتفرقع جامد قوي وبيحصل عليها تقطيع هدوم ما بتكملش بشكل كويس. المؤكد ان في رؤيه خبير في هذه المساله علشان ما تتكررش، بس لغايه لما هنسمع راي المهندس عادل في ده. اللعيبه الافارقه اصحاب الاقدام السمراء كثيرا ما سطروا مباريات وبطولات كتيره جدا للنادي الاهلي. اللعيبه الافارقه اللي لعبوا في النادي الاهلي كتير منهم نجح وكتير منهم لم يوفق. اعتقد يا باشمهندس مسيره طويله طبيعه الامور للاقدام السمراء مع الفانيلا الحمراء. طبيعه الامور، وهقول لك ازاي. دي مش كده، ده في كل مجال. نشوف هذا التقرير عن دور الاقدام السمراء في صنع امجاد القلعه الحمراء. We'll be right back.
ما بين جمهور الأهلي والأقدام السمراء في القارة الأفريقية قصة عشق. والإيفواري سليماني كوليبالي آخر الأقدام التي انضمت رسميا لصفوف الأهلي قادما من نادي كليمانورك الإسكتلندي بأحلام العودة إلى أوروبا من الباب العالي في النادي الأهلي، وهي الصفقة التي تبشر بالخير وفقا لتصريحات حسام البدري المدير الفني الذي لم يخفي سعادته. ومن قبله قائمة بعشرات النجوم اللامعة التي سطرت أمجادا لأنفسهم وللنادي الأهلي وخاصة في آخر 30 عاما. ونجاح الحبة السمراء تركت العشق والهوى في نفوس جمهور الأهلي الكبير من قرن شطة أو عبد المنعم مصطفى القادم من أرض الجنوب في السودان الشقيق، وروعته في إيقاف خطورة النجوم، والغاني أحمد فيليكس جلاد الحراس والذي ترك بصمته في شباك كل المنافسين، والأنجولي فلافيو صاحب الرأس الذهبية الرهيبة، ومواطنه جيلبرتو الفنان، والدبابة الجابونية إيفونا أيقونة الجمهور رغم أنه لم يلعب سوى موسم واحد فقط، وخاصة بعد هدفه التاريخي في مرمى الزمالك وعشرة أهداف أخرى قبل أن يودعنا للصين. القائمة تطول بعشرات من النجوم السمراء، بعضها تألق وأبدع وآخرون طاردهم النحس بإصابة خطيرة مثل الغاني أكوتي منسا والأنجولي أفيلينو، ولم يوفق كل من الغانيين جورج الحسن وحضر هدافا لأمم أفريقيا 82 بليبيا، وجورج آرثر وكان ملقبا بالملك آرثر، وقسم ثالث حضر ورحل في صمت مثل البرازيلي جونيور والسنغالي دومينيك والبوركيني موسيدان، وثلاثة نيجيريين هم ماكي وأكاوري وبيتر إيبي وغيرهم. ودخل النيجيري صنداي التاريخ بهدفه الشهير في مرمى ريال مدريد في اللقاء الودي الذي أقيم احتفالا بفوز الأهلي بتتويجه نادي القرن في أفريقيا. سليماني كوليبالي حل بديلا للغاني جون أنتوي الذي رحل إلى المقاصة معارا، ومزاملا للنيجيري جونيور أجاي الذي حجز مكانه في قلوب عشاق الأهلي بهدفه في مرمى الزمالك قبل أن يتوقف الدوري. والأمل كل الأمل أن يكون كوليبالي مع أجاي وعلي معلول مع زملائهم في صفوف الفريق عنوانا لبطولات قادمة أقربها السوبر المصري في العاشر من فبراير القادم في الإمارات إن شاء الله. بحضراتكم من جديد، بس برضو مش هسيب السؤال اللي انا عارف دايما بيشغل الناس، هو ليه اللعيبه اللي بيحصل عليها خناقات؟ يعني كوليبالي الحمد لله ما لحقتش تبقى خناقه، بس اللعيبه حتى المحليين شفنا لعيبه كتيره جات الاهلي او راحت الزمالك بعد خناقه شديده بين الاثنين في الغالب ما بينجحوش، ليه؟ بص يا استاذ ابراهيم، في ثلاث عناصر في الموضوع ده. اولا الخناقه بتؤدي الى كل طرف مش عايز يخسر الصفقة لأن تحول إلى مباراة زي ما بقول لك. أيوة. بيبقى المسؤول بقى عايز يرضي جماهيره. ده هدف في حد ذاته. لا أنا قتيل بقى زي المزادات. أيوة. الحاجة اللي بتعمل عليها مزاد بتروح بأغلى من ثمنها. صح أكيد. تنسى وأنت بتشتري أو داخل في المزاد الهدف من شراء القطعة، أنت عايز محدش يعني ياخد الصفقة دي منك. ما يرسي عليها المزاد ابتدى فوق. فده بيحصل. فاولا السعر بيبقى بره المنطق او بره القيمه التسويقيه للاعب الطبيعي اللي انت كنت حاططها. بيعمل سقف توقعات عالي جدا عند الجماهير. ايوه. وهي بتتابعه من منظور السقف العالي، ورينا بقى هتعمل ايه. فمنتظره عنتر. بتعمل ايضا نوع من الاوفر استيميشن او التوقع الزائد والتقييم الزائد والتربص بالنقد الزائد عند النقاد. يجي النقاد هم دول اللي اتخانقوا عليه، وريني بقى وريني بقى ايه من منظور تاني بقى. مع كل غلطه يوضحوها. اللاعب نفسه
اللاعب محور الاهتمام، بيشعر ان جاي نجم النجوم، يا ارض تهدي خلاص عليا كذا، دي خناقه ايه. فما يجي يقعد شويه احتياطي، ها، ولا ما يلعبش ال 90 دقيقه، ولا يلعب بتعالي مع زمايله. ودي حصلت الى حد بسيط مع ايفونا، انه لما جاب الجون، لما جاب الجون المرعب بتاع الزمالك ده، واحد من احلى الجوان اللي شفتها في العالم، كانت عاليه جدا. بدات اشعر اذا ما كل كره ما تبسطلوش يعمل كده، زعلان. خد فتره كده وبعدين رجع ظبط وكمل ومشي في سكته. لكن انا بقول لك كل دي بتؤدي الى ان في مساحه غير منطقيه، سواء معنويه او ماديه او فنيه، بتحصل للصفقه وللاعب وللنقاد وللجماهير. اللعيب بقى اللي ما عندوش توازن وثبات ويسترد نفسه بسرعه بيتكل على الله، بيروح فيها. بيروح فيها. صحيح. يعني انا اذكر لما جه دومينيك، ولو ان ده لاعب ما حصلتش عليه اي صخب، على فكره انا مش موافق ان دومينيك من الصفقات الفاشله. دومينيك كان عنده اتيتيود، وده اللي انا بقوله بقى جزء خاص باللاعب، كان عنده مزاج معطله. لكن هو كلاعب سريع جدا، مهاري جدا، شويت جدا، هداف جدا، لكن كل ده ضايع في شخصيه متوتره باستمرار. عمل كده مع الاهلي وعمل كده مع الزمالك، ولولا هذا كان بقى واحد من اهم اللعيبه اللي جات. وانا اعتقد لما جبته من تونس كانوا اشتكوا من الحته دي، قالوا لي لو عرفته تظبطوا المزاج وهو في الاهلي ما يقدرش يعمل اللي بيعمله هنا. وفعلا لو تذكر مستر مانجوسي اول ما جابه قعده يجي شهر شهر بهدوم ويتفرج، يتمرن لوحده وقاعد حتى مش في الاحتياطي. فهمه كويس وكسر فيه الحته دي مستر مانجوسي، والى حد كبير هو انتج مع النادي الاهلي الا في الفترات الاخيره. لكن في لعيبه تانية بتتظلم، الاصابات. مين قال ان اكوتي نقدر نقيمه؟ ده من اول تلت ساعه جات له اصابه. الراجل الدكتور الالماني قال لولا القوه البدنيه الخارقه لهذا اللاعب، الرباط الصليبي بتاعه تلاشى، منتهي، اتدمر. ماشي بقوه العضلات فقط، بيلعب بقوه العضلات فقط. فده لعيب احنا لينا سوء بخت، وهو له سوء بخت، لانه اللعيب وقف على ركبته فراكه. دي الظروف بقى. خلينا بقى في كوليبالي. كوليبالي بدأت المواقع والصحف المصرية تبرز اهتمام الأهلي والزمالك بيه، الأهلي والزمالك مش الأهلي بس. اليوم السابع يوم 19 يناير حسم المسألة وقال كوليبالي يرحب باللعب في الزمالك. وقال موقع اليوم السابع: رحب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم نادي كليمارنوك الاسكتلندي باللعب لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة بعد دخول مسؤول القلعة البيضاء في مفاوضات مع اللاعب وناديه لحسم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي. وقال اليوم السابع ان الزمالك بيسعى للتعاقد مع مهاجم افريقي جيد في قدرات كوليبالي. ايضا موقع دوت مصر يوم 22 يناير، يعني بعديها بثلاث ايام، قال كليمارنوك الاسكتلندي يرفض عرض الزمالك ويتمسك بمهاجمه اللي هو كوليبالي. وقال الموقع انه النادي الاسكتلندي رفض عرض نادي الزمالك للتعاقد مع الايفواري سليمان كوليبالي خلال فتره الانتقالات الشتويه، وكان وكيل اعمال النيجيري ستانلي مهاجم الفريق الابيض قام بعرض المهاجم الايفواري المحترف في اسكتلندا على الجهاز الفني للزمالك، ورحب محمد حلمي المدير الفني بالتعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية. وده فيه منطقية يا استاذ ابراهيم، هنا لما يكون العرض اللاعب كوليبالي هو وكيل اللاعب ستانلي، اذا منطقي انه اللاعب بيلعب في الزمالك يبتدي بالزمالك، منطقي يعني. مع هذا الاهتمام من المواقع والصحف انتقل الاهتمام بالضرورة والحديث من خلال المواقع أو من خلال البرامج الرياضية. نشوف الكابتن خالد الغندور على راديو شعبي اف ام تحدث عن انتقال كوليبالي للأهلي. هنتكلم في الموضوع دوت، وهنتكلم ايضا على الكوليبالي اللاعب الايفواري اللي قيل ان هو خلاص الايام دي بيخلص
مع النادي الاهلي ووصل مصر، وكان في كلام ان الزمالك دخل في الموضوع ده من فتره. اه بس الكلام ده مش حقيقي على فكره. يعني هو جاي مخصوص عشان النادي الاهلي. طيب طب الاستاذ مدحت شلبي قال ايه في اون سبورت عن انتقال اللاعب الى النادي الاهلي؟ على او دي من اللقطات للاعب اهو، الكلام على انه طلب ناديه 800,000 دولار، الكلام انه طلب ناديه تسديدهم على دفعه واحده. الزمالك دخل منافس بقوه ولكن ما عندوش قدره الدفعه الواحده، طلب على دفعتين، وبالتالي هو اقترب بقوه من النادي الاهلي، ربما يظهر غدا، ربما، انا بقول ربما. كابتن مدحت شلبي قال ربما يظهر غدا. طب ربما بتاعت الكابتن مدحت هل تساوي رأي إبراهيم فايق ولا لا؟ في دي ام سي نسمعه. صفقة من العيار الثقيل حقيقة، مبارك لجماهير النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي، انه لعيب تقيل جدا جدا وهيفرق كتير مع النادي الاهلي. اللي احنا شفناه لا يفرق، اللي احنا شفناه في الفيديو والامكانيات البدنية والامكانيات الفنية، اللعيب لا هيعمل حاجة محترمة جدا جدا. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه كان في جلسة واتفاق مع وكيل اللاعب، كان موجود السيد عصام سراج رئيس النادي الاهلي نفسه كان بيتدخل في الصفقه علشان تتم، وهم بيتكلموا مع وكيل اللاعب فوجئوا بانه في مسؤول كبير من نادي الزمالك بعد ما كانوا خلاص اتفقوا على كل حاجه، مسؤول كبير من نادي الزمالك بيتكلم علشان يحصل يعني نوع من انواع التفاوض مره اخرى في الصفقه. ف بسرعه جدا كان في تدارك للموضوع، النادي الاهلي قرر، وانا بقول لكم كواليس مسؤول عنها تماما، يعني انه هيروحوا للعيب الاوتيل بعد ما اتفقوا مع الوكيل بتاعه، يروحوا للعيب الفندق في اللي كان موجود فيه في التجمع الخامس. راح السيد عصام سراج، وراح احد افراد امن النادي الاهلي، وراح احد الاداريين، واخدوا كلهم غرف حوالين اللاعب وباتوا جنبيه علشان يبقوا مطمنين تماما تماما ان الصفقه اصبحت اهلاويه بنسبه 100%، وانه لا يحدث اي تدخل من نادي الزمالك في الموضوع. وده موجود، واحنا يمكن سمعنا الكلام ده على لسان قبل كده مسؤولين من نادي الزمالك لما كانوا بيجيبوا صفقات، وعلى لسان مسؤولين من النادي الاهلي لما برضو كانوا بيجيبوا صفقات. المهم راحوا للعيب الاوتيل وباتوا معاه لحد تاني يوم، السيد عصام سراج وفرد من الامن واداري كلهم كانوا في الغرف المحيطه بغرفه اللاعب. دي الاصداء في وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه في مصر، واجتهاد كل يعني فريق او كل طرف انه يعرض وجهه نظره، ما بين من ينفي دخول اصلا منافسه على اللاعب ومن يؤكد على اهميته. ولكن تعالوا نشوف اصداء هذه المنافسه بين قطبي الكره المصريه على وسائل الاعلام الاجنبيه، وكلها وسائل بحجم البي بي سي. يعني البي بي سي قالت ايه؟ سليمان كلوبالي كليمار نوك يرفض عرضا بنصف مليون جنيه استرليني لضم سليمان كلوبالي الى نادي الزمالك المصري، والاهلي منافس الزمالك ايضا مهتم باللاعب، ولكنه حتى الان حتى صياغه هذا الخبر لم يتقدم بعرض. اذا في اشاره ان الناديين عايزين اللاعب. ده يعني ده البي بي سي، وعنده الدقه انه الزمالك قدم عرض والاهلي بدا يتكلم بس حددوا ارقام. صحيح، نص مليون استرليني اهو. موقع بقى التلفزيون الاسكتلندي نفسه اللي فيه النادي اللي بيلعب له سليمان كوليبالي قال انه كوليبالي يسافر الى مصر لاجراء محادثات مع اثنين من الانديه، وقال انه نادي كلمارنوك يصل لاتفاق شفهي مع الزمالك والاهلي لخدمات المهاجم، وقال ان سليمان كوليبالي هيسافر الى مصر
لإجراء محادثات مع اثنين من الأندية بعد أن وافق ناديه على بيعه. ده التلفزيون الاسكتلندي. وأيضا بي بي سي أكدت على هذا الخبر، رجعت أكدت أن سليمان كلوبالي هيسافر مصر عشان يحسم الموضوع ويلتقي بالشروط المالية للناديين ويختار واحد منهم. وبعد لكن صحيفة بحجم الديلي ميل قالت إيه؟ سليمان كلوبالي في محادثات مع اثنين من الأندية المصرية على الصفقة قد يصل إلى مليون استرليني. هنا حتة المزاد اللي بقول لك عليها زادت. ده التوقعات بتاعتهم زادت. سليمان كلوبالي يطير إلى مصر لإجراء المحادثة مع الناديين، مع الزمالك والأهلي. النادي الاسكتلندي يصل عرض يصل عرض مبدئي بنص مليون جنيه استرليني من نادي الزمالك. الأهلي منافس الزمالك يدخل في السباق. الزمالك قد يصل او عرض الزمالك يصل الى 750 الف استرليني، في اشاره انه ممكن يوصل الى مليون. ده الديلي ميل. الديلي ميل يعني بصوا برضو حجم يعني الاهتمام. انا بقول لك بقى بعد ما نقرا ده هقول لك وجهه نظري في هذا الاهتمام. صن بقى، صن الاسكتلنديه قالت كيلمارنوك يوافق على انتقال كوليبالي بمليون جنيه استرليني لاحد الناديين الاهلي او الزمالك، وقالوا ان كوليبالي هيسافر القاهره للتفاوض مع الناديين للوصول لاتفاق. وقالت انه ده صحيفه صن الاسكتلنديه ان الزمالك يبدا التفاوض والاهلي يدخل في الصراع لضم اللاعب. يعني هذا الصراع المصري اللي داخلين فيه الاثنين بهذا الشكل وصلت اصداؤه الى كبريات الصحف والمواقع العالميه. وديلي ريكورد قالت نفس الكلام وقالت ان في قيمه مبدئيه هيبتدي النقاش عليها 750 ألف استرليني أثناء تواجد اللاعب للتفاوض مع الأهلي والزمالك انتقال إلى أحدهما. ولكن التايمز الحقيقة الواحد مندهش أنه الناس بره بصة للمسألة بكل هذا الاهتمام. يا جماعة احنا بنتكلم على صحف ومواقع في حجم البي بي سي والديلي ميل والتايمز، لما التايمز تقول أن كيلمارنوك يوافق على مليون جنيه استرليني لبيع كوليبالي، وقالت ان النادي الاسكتلندي يعطي كوليبالي الموافقه للسفر للقاهره للتفاوض مع اكبر انديه مصر الاهلي والزمالك للانتقال لاحدهما، وقالت التايمز ان الصفقه قد تصل لمليون جنيه استرليني وان النادي الاسكتلندي رفض عرضا من الزمالك بنصف مليون جنيه استرليني. ده التايمز. وقالت ان الزمالك رجع رفع عرضه بعد كده الى 750 الف جنيه استرليني زي ما حضراتكم شايفين المقطع من هذه الصحيفة. كمان موقع اسمه هيت سبورت كيلمارنوك يوافق على المزايدة على كوليبالي، والأهلي والزمالك يتصارعان على اللاعب الإيفواري، ثم خبر وانتهت الصفقة لصالح الأهلي في موقع البي بي سي. قال البي بي سي بقى لما خلصت قال مهاجم كيلمارنوك سليمان كوليبالي يكمل إجراءات انتقاله للأهلي المصري. وموقع ديلي ريكورد قال انتهى، كوليبالي يوقع للأهلي خلاص. ده قولا واحدا، ده بعد ما تأكد أنه الأهلي أتم اتفاقه وحصل على توقيع كوليبالي. هيرالد سكوتلاند أيضا اهتمت بهذه المسألة الصحيفة الاسكتلندية وقالت كيلمارنوك محتمل حصوله على مليون جنيه استرليني في صفقة بيع كوليبالي للأهلي. وقالت الصحيفة الاسكتلندية أن الصفقة تبلغ 750 ألف جنيه استرليني وقد تصل إلى مليون جنيه استرليني بالبنود الإضافية. موقع ديلي ريكورد يا باشمهندس قال أنه مهاجم كيلمارنوك سليمان كوليبالي يذهب للأهلي خلاص. كانت بدأت في وقالت ان اللاعب يوقع للاهلي 3.5 سنين ويخطف الصفقه من منافسه الزمالك. وقالت حاجه اضافيه بقى الديلي ريكورد، قالت ان مارتن يول مدرب توتنهام والاهلي السابق الذي غادر الاهلي العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامه يتدخل في الصفقه لمصلحه الاهلي، والاهلي ياخذ اللاعب لمكان سري بعد وصوله للمطار ويحسم التوقيع لصالحه ويتفوق على الزمالك. ده الديلي ريكورد. هي دي الكلمة بقى اللي أنا عايز أشيلها من القاموس. يا جماعة ما تحولوش الصفقات لمسابقة. لأن سبق. ده هيخلينا ما نبقاش واقعيين. هو الصفقة دي خلصت
مش بمليون، مش ب 750 كمان. اعتقد انها خلصت ب 800,000 دولار، ودي 800,000 دولار. اه 800,000 دولار، مش 750 ولا مليون استرليني. وده ليه بقى؟ ممكن يكون تدخل مستر مارتن يول كان له تاثير في التركيز، ان خلاص بقى قال لهم انا هروح الاهلي، فدي على طول بتوقف المزاد. أيوة. زائد ربما ان الزمالك يكون تراجع في اللحظات الاخيره، قال لك انا ايه اللي دخلني في المبالغ دي، مش عايز اخش في المبالغ دي. لكن انا بقول لك ده ليه، لان برضو صاحب هذا الكلام كلام اهم، ان اللعيب كان مهم جدا وهو عنده 17-18 سنة، كان محط انظار كل الانديه الكبرى، بدايه من مان يونايتد لحد توتنهام لحد مش عارف ايه، ثم انتهى به المطاف في اسكتلندا في اشاره انه كيرفو نازل، ثم انه يتباع بمبلغ. ابتدى بقى من ايه المبالغ دي كلها، والاهلي حسم لانه عنده فلوس، الى ايه المبلغ ده؟ هو لو لعيب بهذه المواصفات يخلص ب 800,000 دولار؟ خلي بالك انت بتتكلم على لاعب في اسكتلندا مش في انجلترا. صحيح. والمبالغ هناك مش كده. ثانيا اللعيب عنده 22 سنة. وكل الاحتمالات واردة، برضو أنا بحب أتكلم بشكل احترافي. واقعي. إذا كان كوليبالي كما رأيناه، إحنا شفنا إيه؟ إجوان معجزة، وأنا لا أقيم لاعب على الإجوان الصعبة. لأن الإجوان الصعبة دي مش شرط إنها تبقى دليل مستوى، مش هقدر أجيب أنا كورة من 40 ياردة كل ماتش بالطريقة دي. يعني دي حصلت مره. انا لا اقيم اللاعب لا محمد صلاح على انما اقيمه على نجاحه في اداء الادوار بتاعته بالمميزات التي، اذا كان محمد صلاح سريع يبقى انا بقيم محمد صلاح لانه سريع، اذا كان كوليبالي دريبلر وراجل عنده حساسيه، الجون ده كويس اللي برجله الشمال اللي اتعرض دلوقتي ده، الجون ده كويس دليل تمركز، يعني ده في توفيق الدبل كيك، فعايز اقول لك ده في سرعه بديهه وتوفيق. كوليبالي الكرة في ملعبه، الكرة في ملعب كوليبالي، والخبر اليقين هيبقى عند، وده جون كويس. الاجوان المنطقية لك لما تنفرد عندك بقى اليمين والشمال والهيد ولا لا، هو عنده اليمين والشمال والهيد، لكن هل مازال محتفظ بهذه المهارات حتى الآن؟ اللعيب عنده 22 سنة، هنشوف. هل وجوده في النادي الأهلي أكثر واقعية من وجوده في اسكتلندا؟ ربما. الدوري الاسكتلندي على فكرة هذا الأيرلندي قوة وعنفوان شديدين جدا. الدوري المصري بيسمح للمهارة انها تبرز اكتر. موقع ايفنينج اكسبريس قال سليمان كوليبالي يوقع للاهلي مقابل حوالي 1,000,000 جنيه استرليني، وقال هذا الموقع انه الصفقة تبلغ 750,000 استرليني وقد تصل الى 1,000,000 جنيه استرليني بالبنود الاضافية. وموقع سكوتمان ايضا تحدث عن انتقال كوليبالي وقالوا ان هو بيكمل اجراءات انتقاله الى الاهلي، وقالوا ان الصفقه بتبلغ 750,000 استرليني. اللعيب ده مش مهم يا استاذ ابراهيم، كان يحصل عليه متابعه من كل الجرايد، ده واهتمام ده الفوكس الاعلامي اللي انا شخصيا مندهش له. انه الكل يعني بره جرايد كبيره جرايد ومواقع ومحطات اذاعه وحاجات كبيره، فمش ممكن يكون حد يعني كده. طب ما سمعك صوت كوليبالي بقى، ما نسمع نشوف قال ايه. We'll be right back.
conversation was with I mean between Yahya and Al Ahly. المفاوضات تمت ما بين ممثل النادي الأهلي الدكتور عصام سراج وما بين وكيلي. Yeah, I think that. ما أعتقدش إنها أخذت وقت طويل بالنسبة للأمور اللي هو يعرفها. معظم الحاجات كان بيديرها وكيله. إنما في النهاية هو سعيد إن الأمور تمت. So he was. كان في عروض تانية كتير كانت بتتناقش مع وكيله في النهاية هو سعيد إنه في النادي الأهلي. Decided to. Choose Al Ahly because of a lot of memory. اللي خلاه يختار النادي الأهلي هي قصة نجاح وتاريخ النادي وتاريخ وأسامي اللعيبة اللي اتعملت من النادي الأهلي وده اللي بيخليه بيفكر إنه عايز يبقى جزء من القصة ومن التاريخ ده وعايز يعمل زي. Which is winning a lot of trophies this season. I know Abu Trika, I will never forget him because he's one of the best players in Al Ahly. بالنسبه للعيبه هو بيقول طبعا الكابتن ابو تريكه طبعا من هو صغير وبيقول حتى ان هو نفسه يقابله ويحاول يتعلم منه to try to learn something from him. The ambition for this year I think is the best one we have. اكيد بالنسبه للبطولات هو بيتمنى ان هو ياخد اي بطوله يقدر يلعب فيها مع النادي الاهلي بالاخص بطوله السوبر لان هي اول بطوله جايه هيكون ليها طبع خاص بالنسبه له طبعا. على المستوى العام بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه دي من اهم الحاجات. For the African Champions League as well. I will do everything. The first one I will work hard for it. Okay. هو بيوعد ان هو هيبذل كل مجهوده اللي ساعده وبيوعدهم برضه انه لو ربنا كرمه وجاب جول هيحتفل بطريقه خاصه ليهم هم مخصوص. So celebration for them ان شاء الله. I think I play number 9. مخصوص الإجابة عن مركزه هو يقدر يلعب كفرود صريح وجناح برضو دي بترجع للمدرب وهو بينهي كلامه بيقول له هو عارف كويس إن النادي الأهلي هو ترتيبه الثاني على العالم بخصوص حصد البطولات والجوائز والأول في أفريقيا هو عارف ده كده كويس. Happy to work with them. علي نمرة إن شاء الله. طيب ما تيجي نشوف بقى واحد زي الأستاذ عمرو أديب الرجل الزملكاوي صاحب الدم الخفيف والرأي الواضح الصريح ممكن يكون قال إيه في الموضوع. الاهلاويه والزملكاويه واقفين عند الصفقه الجديده بتاعتكم بتاع كولوبالي وانا وقفت عند كولوبالي وانا جبت جوان كل يعني شوف انا وصلت بقى لمرحله ان انا رحت شفت لا والله الجوان اللي جايبه كولوبالي يا جماعه اللي ما يعرفش ده لعيب جديد النادي الاهلي جايبه عشان تطمن طبعا انه مش كويس طبعا 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 الراجل جاي طب اطمنت ولا ولا قلقت من حاجه ولا قلقت لا ما قلقتش ليه انه جاي من اسكتلندا معقول هيسيب اسكتلندا ويجي يلعب في مصر ما هو افريقي هو في الاصل افريقي ايوه انا فاهم بس افريقي لويسر اسكتلندا والمنافسه هناك شديده شويه عاوز منافسه يعني احنا طبعا ايه جاي استريح يعني يا نهار ابيض بس حاططها بشكل كويس قوي يا نهار ابيض لا نشوف كويس طبعا ده معجز طبعا شوف تاني لا مش ده لا دي جوانه انا عايز اهو تاني بص ده اللعيب اللي الاهلي اشترى ده يا نهار ابيض طب يبقى انت ما طمنتش بقى انت لا مش ما طمنتش انا اطمنت ان الراجل ده مش هيعمل حاجه لانه لا يمكن فرقه يبقى عندها لعيب بالامكانيات ديت ويسيبوه اكيد في حاجه لا اكيد ان شاء الله هيبقى كويس ان شاء الله احنا اتفرجنا عليه كتير و اتفرجتوا عليه في السي دي بص الطريق مره واثنين وثلاثه وفي الضيقه وواد غير طبيعي بس لا يمكن يكون كويس يعني هي الحدايه بترمي كتاكيت الراجل لما يكون في اسكتلندا يبقى هدفه الجاي يا كابتن حسام انه يبقى في انجلترا انما يجي مع احترامي طبعا النادي الاهلي نادي عظيم وكبير وسمعه وكل حاجه انما طبعا امكانياته غير انا شفت النهارده السي دي كله لانه كان النهارده هاشتاج
كان النهارده يعني الاهلاويه والزمالكاويه، طبعا الزمالكاويه منه منها بيقولوا ان دي صفقه مضروبه. كل بالي ده النهارده تعبني الجون. ما تعبك يبقى انت قلقان. طب انا مبسوط. لا انا عارف، انا عارف اللي بيجي على السي دي ده عمره ما بيكسب. اللي بيجي جايب اجوانه على السي دي ده عمره ما بيكسب. مش المفروض ان انتوا تجيبوا مثلا اخر 9 ماتشات دي تشوفوها كلها؟ ما هو جاب 11 جول. جاب 11 جول يا ساتر يا تقلي. كوليبالي واسمه شبه الراجل القديم. كان جامد برضه. كان جامد. كوليبالي بيقلق في هي العيله كلها. عيله كوليبالي كلها متعبه. هي البلد كلها اسمها كوليبالي والله. في بلاد بتبقى كده زي مالي برضه وزي كوت ديفوار بتلاقي نص الشعب اسمه كوليبالي. ده يعني بس عيله كوليبالي كلها كانت متعبه. كبيره. بص الواد بيرقص. بص كنترول وحطها ازاي بطن رجله. ده فوتوشوب طبعا. مش ممكن يكون في لعيب في حد بينط كده وعنده 22 سنه بس. 22 سنه يعني لسه قاعد 10 سنين في الاهلي. يا رب ان شاء الله. قادر كريم ان شاء الله السنه دي يمشي. بعون الله قادر ربنا على كل شيء. يعني بخفه دم طبعا وتلقائيه الاستاذ عمرو اديب يتمنى كل ما راه. معقوله لازم بقى ده الاهلي كشربه كده؟ مش ممكن يكون بيعمل الكلام ده كله. هذه هي الامنيات، وده جزء على فكره جزء من اسباب النقد الذي يتعرض له كوليبالي. ولكن ايضا انا بقول لك يجب الا نسرف في التوقع. علينا ان نرى انه لاعب افريقي جاء الى مصر ليثبت وجوده في النادي الاهلي. هو كان فين ملناش دعوه، كان بيعمل ايه ملناش دعوه. احنا عايزين نشوف يتألق مع النادي الاهلي وما تستنوش منه كتير من اول يوم. اجاي كل يوم والتاني، اجاي كل يوم والتاني بيثبت انه صفقه ناجحه باذن الله ده يضيف للنادي الاهلي. طيب يعني والوقت بيدهمنا الحقيقه. ابو معاذ من اسنا. يا ابو معاذ مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم. اهلا بيك. اتفضل سريعا. معلش احنا طولنا عليكم. معلش بنمس على حضرتك وعلى الباشمهندس. مساء الخير. وبحييكم ان انتوا بتلبوا جميع رغباتنا والله العظيم. الله يخليك. النقاش اللي داير حوالين كوليبالي ده جميع الاهلاويه شافوه في جميع اللعيبه وفي الصفقات اللي كان فيها منافسه مع انديه ثانيه، وللاسف بيحاولوا ان هم يثبتوا فشل اللاعب واحباط للمسؤولين واحباط للجماهير قبل ما اللاعب ينزل ارض الملعب ونشوفه. عشان كده لازم كل لاعب يجي يراعي دي كويس. شكرا ابو معاذ. تحب اقول لك التشكيل المثالي للامم الافريقيه عن الدور الاول اللي صدر عن الكاف. الفريق الحقيقه ضم 3 لعيبه من مصر. الفريق الاساسي فابريس اندوا الكاميروني حارس المرمى، احمد فتحي واحمد حجازي، كرم يوجي من السنغال، جمال حمزه منديل من المغرب، محمد امين بن عمر من تونس، مبارك بنصوفة المغرب، يوسف المساكني من تونس، جونيور كابانجا الكونغو، السليتي تونس، ومعانا اخيرا محمد من القاهره. ده في التشكيل المثالي. طيب استاذ محمد ازيك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي استاذ عدلي وازاي استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل. انا فرحان قوي البرنامج رجع. ربنا يخليك. احنا كمان فرحانين بيكم. انا عايز اسال على موضوع حمودي. جه الاهلي ولا لسه؟ لا لسه. حمودي لسه يعني اول ما تتحسم. حمودي مشكلته بينه وبين النادي السعودي نادي الباطن، فوقت ما هتتحسم يكون له ان شاء الله فرصه حسب القرار. اذا عرف انه خلصها في الثلاث ايام اللي فاضلين اهلا. شكرا. معرفش يبقى نهايه الموسم باذن الله. شكرا. انت كنت بتسال كمان على الفريق الاحتياطي. الفريق الاحتياطي حارس مرمى عصام الحضري، اسامة ميبيوكو الكونغو، علي معلول تونس، مروان دي كوستا المغرب، عبد الله السعيد من مصر، كريستيان انسو من الغانا، فيصل فجر من المغرب، رياض محرز من الجزائر، بليت من زيمبابوي، بارتران تراوري من بوركينا فاسو. المغرب ليها نصيب الاسد، تليها تونس ثم مصر. ده النصيب الاوفر. قطر كسبت سوريا وراحت فاينل لكاس العالم العسكري، وسوريا هتلاعب مصر على المركز الثالث والرابع. والنهائي العسكري خليجي. ما هو قطر وسلطنه عمان. مين هيجند لعيبه
قطر وسلطنة عمان. اللعيبة الأجانب بيلعبوها مجندين. صحيح. شكرا لك يا باشمهندس. يعني اقتربنا خلاص من الثواني الأخيرة والحكم صفر. ما تخافش على الأهلي. ودمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.